خلوني اروح اشوف شلون تفاعل الشارع والمواطن العراقي مع السلطه. اعطيني دقيقتين. حلقتنا لهذا اليوم بالتاكيد راح اجيب شيخ حيدر بس اشوف نتائج الاستطلاع. مشاهدين الاستطلاع نقول هل تعتقد انه الاطار التنسيقي سيوافق على تعديل قانون العفو العام ويفرج عن المعتقلين؟ شيخ حيدر 50% من المشاركين بهذا الاستطلاع يقولون نعم، لكن ارجوك مو دقيقتين، لا عندك 30 ثانيه بس لانه اريد اختم وقت ماكو، تفضل. اولا يعني ابتعد السيد الشمري عن الموضوع، ذهبنا ايضا الى قضايا المياه وقضايا النفط والغاز، ونحن نتكلم بقضية قانونية اللي هي تشريع هذا القانون أو تعديل هذا القانون. بالنسبة للأخ أنا أقول له كل الزعامات السنية أو كل الشخصيات السنية أو أكثرها اكتشفت الواقع أنه لا وجود لقضايا معتقل قضايا مغيبين في سجون، فلذلك لم يعدوا يطالبوا بها، لم عرفوا أنها لا وجود لها. أما بخصوص ما موجود في من المعتقلين الإرهابيين، نحن دفعنا دماء بالجيش العراقي والحشد الشعبي وقوات جميع القوات العراقية من أجل القاء القبض على هؤلاء المرتزقة القتلة خفافيش الظلام الذين قتلوا العراقيين والذين أباحوا دماء العراقيين والذي جعلوا من العراق ساحة للدماء. طيب شيخ حيدر اللامي شكرا للجنابك. من أجل أن يكون اليوم هناك أمان في العراق. شكرا شيخ حيدر. تخلى عن هذا القانون. شكرا. قانون العراق قانون رصين. شكرا. ولذلك لن نسمح لأحد بأن يأتي إلينا لإطلاق الإرهابيين مرة. طيب شكرا شيخ حيدر. ما أعرف بس الشباب عدلوا لي الاستطلاع، لأنه الاستطلاع هذا مال الحلقة مال الخميس اللي فات، النتائج صحيحة بس الاستطلاع مال يوم الخميس مال حلقة الخميس اللي راحت. خلوني أروح لمعالي الوزير محسن الشمري. معالي الوزير، عندي 50% يقولون نعم من الممكن أن يوافق الإطار التنسيقي على تعديل قانون العفو العام ويفرج عن المعتقلين، لكن بإيجاز معالي الوزير إذا سمعت. يعني يوافق الإطار بشروط ويرحل الأزمة وتبقى الأزمة. تبقى الأزمة. طيب دكتور عبد القادر النايل، 50% يقولون لا لن يوافق الإطار التنسيقي على تعديل قانون العفو العام، لكن بإيجاز دكتور. بالتأكيد ما تفضل به ضيفك أنهم لن يوافقون، لأن أغلب المعتقلين من السنة وبالتالي هم معتقليهم أو المجرمين الذين يرتبطون بالإطار يخرجون بالعفو العام ويخرجون من خلال الضغط على رئيس الجمهورية، بدليل أن أحكام الإعدامات الآن تنفذ من غير توقيع رئيس الجمهورية. وبالتالي إذا يريد ضيفك أن يحافظ على الأمن، ما بال الذين قتلوا المتظاهرين تشرين؟ هل هؤلاء كلامك يحتاج إلى دليل؟ كانوا يريقونها دفاعا عن العراقيين أم كانوا أنهم ينتقلون؟ طيب أنا أشكرك دكتور عبد القادر النايل.